بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلاه ما بعد الحمد لله ذالي إيمان أسوسيشن وندموش كار متن بعد تقالى بإيمان أسوسيشن زوريا تقالى بدمو بمسلمون مام زوريا بتوسنا درجة وردنا الحمد لله بتعم تونا بلا تلقونا غير الدين النسيحة المبياتنا عليه الصلاة والسلام دين برو مالت نسيحانا من مخاخر نسيحة مالت إرادة الخير للغير لليلة خير مفلة خير معصر مالت لو اندمي نسيحة لما تدارقنا يعلو نغر لماوك متنال ترو نغر آيتنا ترو جمارينو إهنن بزيانة نيتا يعلو نكفتتوشي لما تقات ينبرن دمو عندنا توشي لما تناكر عندنا تشكروشي دمو توايتو لما نسات عند زيانة مككروش شوراوش نسيحة أسفلاقي سلونو لو رفيتو مكتل عالباتشو إنيا አጠቃላይ በአግራችን ላይ ያለውን ችግር እንኳን ተላይተን በተላይ አስተሳሰብ በተላይ ነገሮች ገብተን ይቀርና አንድ ሆነን እንኳን መስራት አንችልው አንድ ሆነን እንኳን መወጣት አንችልም ከግማሽ በላይ ህዝብ ሙስሊም ይዘን ከሙስሊሙ አልፈን እንኳን ለሌላው ማገገር ትገባን ሙስሊሙ ላይ እንኳን አልቻለ በየገጠሩ እየሄድን ነው በየገጠሩ እየዞርን ነው ሰው ፋቲሃን አያቅም ተሸሁድን አያቅም አርካን እስላምን አያቅም ስለ እስልምና ምንነት በማያቅበት ሰዓት እኛ ግን ያው ተህሲኒያት በሆኑ ጉዳዮች ላይ ነው ብዙ ጊዜ የምናጠፋውና በእንደዚህ አይነት ስብስቦች ነው ነው በአግራችን ላይ ስለዳለው ችግር ስለታችን ሁኔታም እንደዚህ መተን መሰባሰብ ተሰባስበን ምናያገራችን ወሳኝ ነው ግዴታም ነው ዲናዊም ግዴታ ነው አዲኑ ነሲሃ በልበሳት قلنا لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساويت تقول لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ايه جد ነው لله እንደዚሁም ደግሞ للقران النبي عليه الصلاه والسلام ولائمه المسلمين للمسلمين مشمرين انذيهم لا تقال المسلم حزب نسيها ما بدقين ولبنالنا نسيها ما دارو اسفلاغينو مقتل عللبت كلهم صغار وجهت النظر مقارب عللبت ليونتوچ قالو ليونتوچ بسلاماوي هديتا تشاچلن متن قچ بلن بمناغر مفسات عللبت زرو زرو الله سبحانه وتعالى اندالو وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان بخير نغال لا متغاغر سلاما وغديتا نو انكون كمسلم وندمقرنا مسلم قالونو اقال غار انكون بحق لا بفته لا مركان بو نغوي لا متغاغزو غديتا اسكون درس ارس برس دمو كزي بلا تغاغزن وندماماچنتاچ اطراكرن الله يميودون نغر ماغيت عالبن جزاكم الله خيرا الله قبلاچو ايمانوچم قتلوبت ايه اندزينا سبسب عنو ميكتلبت واندما ما چينت متنكا عالبت قاوم بوالا انشاء الله باندن نتاكي الله ودب المسارات عالبت الله سبحانه وتعالى نقرونا يدينم مفلقوم يدينم كنيا الله مفلقو اينونا متنكا عالبن لما لفلقينو جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته